Il a signé. Bermadi a bel et bien signé son avenant. وأما بخصوص أمين قويري تكلم وصرح كما سمعتوا معنا على ما تكلمتوش على الأشياء الإيجابية اللي دارها جمال بالماضي كأس إفريقيا. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم كل الحب والاحترام. اول خبر نبداو به راح نتكلموا على تصريح لجهيد زفزاف رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اللي صرح وتكلم على جمال بالماضي انه جدد عقده حتى 2026. اسمعوا معنا تصريح جهيد زفزاف باش تتاكدوا كل شيء بالمصدر وكل شيء موثوق. جمال بالماضي جيجي كيلي افيك نو جوسكا 2020 دونك الى جمال بالماضي ابردي بيان سيني سون افنون كي بورت الى سيني سي سيني سيني Chaque Coupe d'Afrique, on fera l'évaluation nécessaire. C'est quoi l'évaluation? Nous, c'est l'Algérie. On va pas aller en Coupe d'Afrique pour la figuration. Faisons l'analyse des 10 dernières années, oui. de 2010 jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique. J'ai bien dit qu'il a signé un contrat sur 4 ans jusqu'à 2026. Moi, je considère que Jamel Belmadi perçoit son salaire et son salaire. Il est ni surpayé ni sous-payé. Voilà. Il est évalué par son employeur. C'est et l'évaluation est très objective. Et ceux qui attaquent, c'est des opinions qu'on respecte. كما سمعتم معنا التصريح تاع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفزاف للإذاعة الوطنية وتكلم فيها على جمال بالماضي أنه خلاص رسميا جمال بالماضي جدد عقده حتى 2026. نتمنى له كل التوفيق مع المنتخب الجزائري. العديد من الناس كانت تنتقد جمال بالماضي بعد إقصاء المنتخب الجزائري من كأس العالم وأنه ما تأهلناش وقال لك خلاص جمال بالماضي لازم يروح. الناس يتكلموا على هذا الأمر وهذا أمر خاطئ، والناس اللي كانت تقول هذا الكلام هم أعداء للمنتخب الوطني. أمر جيد دارته الاتحادية الجزائرية أنه مجدوا عقد جمال بالماضي باش يستمر إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الاستقرار في المنتخب الجزائري ويدير عمل كبير لراو يستنى جمال بالماضي. أنا مع بقاء جمال بالماضي ولكن مع أيضا تغيير للمنتخب الجزائري. العديد من اللاعبين في المنتخب موجودين حاليا ما يستحقوش مكانة، لازم على جمال بالماضي كالي يتنحوا وكالي لازم عليهم يخليهم في الدكة باش يحسوا أنه الأماكن في المنتخب الجزائري غالية جدا. تلعب مليح تكون أساسي، ما تلعبش مليح تكون في الدكة، أو ما نستدعيكش لتربص المنتخب الجزائري باش يحسوا بأنه المكانة في المنتخب غالية جدا ولازم عليك أنك تتعب عليها وتعرق عليها. وهذا اسمه المنتخب الجزائري، ليس أي منتخب، يعني مش أرواح وألعاب. لازم نجيبوا لاعبين من المستوى العالي باش يعليوا مستوى المنتخب كما كان، ونشوفوا التنافسية ما بين اللاعبين. نتمنى كل التوفيق لجمال بالماضي مع المنتخب الجزائري، كل الحب والاحترام له، ونقول للنسبة للأعداء جمال بالماضي والناس اللي ينتقدوا واللي يسبوا واللي يشتموا، كما تكلمتوا على الأشياء السلبية على ما تكلمتوش على الأشياء الإيجابية اللي دارها جمال بالماضي. كأس إفريقيا الشيء اللي حقه كبير جدا مع المنتخب الجزائري، انتصارات عديدة، أمور كبيرة جدا. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. وما زلنا مع تصريحات جهيد زفزاف رئيس الاتحادية الجزائرية. صرح أيضا وتكلم على أمين قويري وتكلم على حسام عوار. نخليكم تسمعوا التصريح من بعد نتكلموا على كل التفاصيل. Je suis un homme très structuré, très discret. On a bien réussi, on a bien abouti. Moi, je préfère continuer sur cette démarche. Voilà. Chaïbi, c'est réglé. Chaïbi, c'est pas un cas FIFA. C'est réglé. C'est pas un cas FIFA. D'accord. Je suis professionnel, je suis journaliste. Voilà. C'est normal. Même moi, j'ai la déformation professionnelle. Alors. C'est bien. Engagé, voilà. Guiri. Pas encore. باز انكور. كما سمعتم معنا تصريح جهيد زفزاف تكلم على حسام عوار انه خلاص الامور هريقلي، كل الامور على ما يرام، انه حسام عوار
قريبا راح يكون في المنتخب الجزائري، نقدر نشوفوه في التربص القادم إن شاء الله اللي هو في شهر مارس، ونشوفوه مع المنتخب الجزائري حاضر. نتمنى له كل التوفيق لأنه لاعب جيد ولاعب يقدر يقدم لنا إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري، بخصوص حسام عوار، وأنا واحد من الناس نشوفه صراحة أنا راح يشكل ثلاثي رائع وجميل جدا مع عندك إسماعيل بن ناصر، راح يولي عندك عوار، وكذلك عندك نبيل بن طالب، لاعبين رائعين جدا في وسط الميدان، راح يكون عندك وسط ميدان رهيب بأتم معنى كلمة. نتمنى له كل التوفيق. وأما بخصوص أمين قويري، تكلم وصرح كما سمعتوا معنا رئيس الاتحادية الجزائرية، وقال بازونكور، يعني مازال اللاعب ما راهوش يعني حاضر باش يكون في المنتخب الجزائري، واللاعب مازال ما فصلش في قراراته ومازال ما غيرش جنسيته الرياضية. بالنسبة لحسام عوار خلاص جنسيته الرياضية غيرها، وفي أي وقت يقدر يكون مع المنتخب الجزائري. أما بخصوص أمين قويري، مازال أمين قويري مهاجم جيد، مهاجم مازال شاب، مازال صغير في السن، إمكانياته كبيرة، ونشوف يقدم إضافة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري لو كان يجيبوه. نتمنى إن شاء الله جهيد زفزاف والاتحادية الجزائرية تدير عمل كبير باش يجيبونا النوعية هذا اللاعبين الجيدين اللي هما يلعبوا في المستوى العالي. وما بخصوص اللاعب اللي سألوا عليه الصحافي وعندك رئيس الاتحادية، قال له ماهوش مشكلة يعني تغيير جنسية أو مشكلة فيفا، اللي هو فارس شعباني اللي هو لاعب جيد، لاعب رائع ما شاء الله عليه. نتمنى أيضا أنه جمال بالماضي يستدعيه ويجيبه ويعطيه فرصة، لاعب شاب مستوى عالي ويقدر يقدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري. المهم بالنسبة لكم أنتم أعزائي، ما تنسوش تعطونا آراءكم في التعليق، شكون هو اللاعب من هاد اللاعبين الثلاثة تشوفوه يقدر يقدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري؟ هل هو حسام عوار أو أمين قويري أو فارس شعبني؟ شكون اللي يقدم إضافة كبيرة؟ أنا في ثلاثة نشوفهم يقدموا إضافة، ولكن الإضافة الكبيرة شكون هو؟ المهم خوتي وصلنا نهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، ونطلب منكم طلب مهم جدا أنكم كلكم تروحوا لانستغرام تاعي خالي فعلال في أول التعليق، وتروحوا تعلقوا على 2 صور راح تلقوهم وتباركوا لي فيهم وقولوا لي مبروك عليك الزواج. المهم مرحبا بكم، أعطونا رأيكم في التعليق، كل الحب والاحترام للجميع، شكرا 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 على تعليقاتكم، على كلامكم الجيد، على رسائلكم، على كل ما هو جميل، وما ننساش أنكم تعطونا آراءكم لأنه آراءكم مهمة جدا بانتقاداتها، نتقبل كل الانتقادات من عند الناس، وتحيا الجزائر في كل الأحوال.